معكم أيها المؤمنون في هذه المناسبات العطرة شهر شعبان، كل أفراح أهل البيت عليهم السلام من أول الشهر إلى هذا اليوم، وهو من جهة شهر عبادة وصوم ودعاء، والمؤمنون إن شاء الله يوفقون، وشهر استقبال لشهر الله الأكبر وهو شهر رمضان المبارك. بلغنا الله وإياكم ذلك الشهر على أحسن حال، ووفقنا وإياكم أن نصومه على عدد أيامه، وأن نوفق للقيام فيه وقراءة القرآن. نحن في هذه الدقائق في ضيافة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأننا نعتقد أن الإمام يطلع على أحوالنا ويرى كل ما نقوم به، وهو ينظر إلينا في هذه اللحظة في مجلسنا هذا، يعرف من حضر ومن لم يحضر. كان بعض المؤمنين كانوا يحضروا في الأسابيع الماضية لظرف ما لم يوفقوا، كل هذه الأمور يطلع عليها الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله يشملنا بدعائه بالقبول وبما يناسب حالنا. أنا أشارككم الفرحة في هذه الليلة ببعض الروايات المتعلقة بالإمام الحجة عليه السلام. الرواية الأولى عن النبي محمد، يقول: المهدي من ولدي، اسمه اسمي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، أشبه الناس بي خلقا وخلقا. عندما نتأمل في هذه الفقرة ونرجع إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله التي وصفها القرآن: وإنك لعلى خلق عظيم، ووصفه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن نطبق هذه الصفات على الإمام الحجة، فهو صاحب خلق عظيم، وهو رحمة للعالمين بإذن الله تعالى. لهذا عندما يتصور البعض أن عصر الظهور سيكون عصر مثلا قتل ذريع يقع بين الناس وسفك للدماء، فلا بد أن هذا تصور خاطئ. القتل والسفك للدماء إنما هو في أعداء الله وفي أعداء الدين، وأما المؤمنون فستشملهم عنايات الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يواصل النبي يقول: تكون به غيبة وحيرة تضل فيها الأمم، لا يضل فيها أفراد وإنما أمم ومجتمعات كثيرة تضل في زمن الغيبة. ثم يقبل كالشهاب الثاقب، إمام الحجة عليه السلام يظهر كما يظهر الشهاب الثاقب في الليلة الظلماء. وإذا رجعنا إلى هذه اللفظة في القرآن الكريم في سورة الطارق، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، نجد أن الروايات فسرت النجم الثاقب بالنبي صلى الله عليه وآله، والنتيجة تنطبق على الإمام الحجة. ثم يقبل كالشهاب الثاقب يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وسورة الطارق المباركة في أواخرها: إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويقول مفسرون أن السورة تتحدث عن مسألة المعاد، وأن الكفار يكيدون كيدا يعني يحاولون أن ينكروا حقيقة المعاد وينكروا حقائق الدين. ونحن نعلم مدى الارتباط بين مسألة الإمام المهدي ومسألة المعاد، وأنه لن تقوم القيامة حتى يظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فهم يكيدون كذلك في مسألة المهدوية،
يحاولون أن يحرفونها، يحاولون بعض الناس الذين يدعون السفارة في العراق وفي غيرها من المناطق، وربما يكونون ممولين من جهات ومن تهدف إلى زعزعة هذه العقيدة في نفوس الناس، في نفوس المؤمنين وحرفها. لكن القرآن الكريم يجيب عليهم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا. الله سبحانه وتعالى يكيدهم هو في المقابل ويثبت المؤمنين حتى ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الرواية الثانية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن أقرب الناس إلى الله عز وجل وأعلمهم وأرأفهم بالناس محمد وآل محمد. فادخلوا أين دخلوا وفارقوا من فارقوا فإن الحق فيهم، فأينما رأيتموهم فاتبعوه، فإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا. سيأتي يوم من الأيام الإمام الباقر يقول للشيعة أنكم لا ترون أحدا من أئمة أهل البيت، وهذا هو زمان الغيبة. فإن أصبحتم يوما لا ترون منهم أحدا فاستعينوا بالله، استعينوا بالله على هذه الغيبة الطويلة التي الله أعلم كم ستمتد وكم سيعاني المؤمنون في زمان الغيبة حتى ظهور الإمام عليه السلام. فاستعينوا بالله وانظروا السنة التي كنتم عليها فاتبعوها، وأحبوا من كنتم تحبون وأبغضوا من كنتم تبغضون، فما أسرع ما يأتيكم الفرج. إذا التزمتم بسنة أهل البيت وحافظتم على ولايتهم وبغض أعدائهم والبراءة من أعدائهم، فإن الفرج سيأتيكم سريعا، كما قال الله عز وجل: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. والرواية الثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام يسأله الراوي عن الآية الكريمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل اعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، طالت الغيبة أو قصرت، ما دمنا والحمد لله نعرف إمامنا فلن يضرنا ذلك. ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. فآباؤنا رحمهم الله، أسلافنا الذين رحلوا عن هذه الدنيا وهم ينتظرون الإمام الحجة عليه السلام كما ننتظره، نرجو لهم أن يكونوا من أهل هذه الكلمة، كمن نصر الإمام، كمن كان قاعدا في عسكر الإمام، بل بمنزلة من قعد تحت لوائه، يعني المقربين من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الرواية الرابعة والأخيرة عن الإمام العسكري عليه السلام يقول: كأني بكم وقد اختلفتم في الخلف من بعدي. يتوقع الإمام أن يحصل اختلاف بين الشيعة في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لهذا يحذر تحذيرا شديدا من إنكار إمامة الإمام الثاني عشر. ماذا يقول؟ يقول: أما إن المقر بالأئمة بعد رسول الله المنكر لولدي كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة نبينا محمد. إذن المنكر لإمامة الإمام الحجة وهو يعلم كمن أنكر جميع الأئمة وكمن أنكر جميع الأنبياء، لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا،
والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله، ونحن نرجو أن نكون ممن عصمه الله من الارتياب في زمان الغيبة. وختاما أذكر الإخوة الأعزاء، والحمد لله كلكم أهل مجالس حسينية وأهل عبادة ودعاء وأهل مساجد، بضرورة قراءة دعاء الإمام الحجة: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة. أختم كلمتي بقراءة هذا الدعاء المبارك: اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، خصوصا المرضى المنظورين، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة والمجاهدين بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.